بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معكم أمير عادل، واليوم هنقدم مع بعض اللبنة. مش هتكلفنا حاجة خالص طبعا، انتوا عارفين اللبنة غالية جدا، كيلو ب 250 جنيه. احنا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة مش هتكلفنا حاجة. هنجيب كيلو من اللبن هنحطه على النار لغاية ما يغلي، وبعد كده هسيبه يبرد لغاية ما تحط ايدك فيه كده، هو تستحملي درجة الحرارة بتاعته، يبقى عامل كده زي رضعة البيبي، تبقى دافي. بعد كده هجيب اللبن واحطه في الخلاط، واحط عليه كوبايه زبادي، بس هنا كوبايه الزبادي ما جاتش، ونضربه ضرب كويس جدا كده لغايه ما كوبايه الزبادي اللي انا حطيتها تدوب كويس داخل الخلاط. بعد ما الحليب بتاعنا ضربناه بالزبادي كويس جدا، هننزل بيه في حله وهنكون مسخنين الفرن، الفرن يكون سخن، وبعد كده طبعا هطفيه ما يكونش شغال، وهجيب الحله ديت والفها بفوطه كويسه وهدخلها الفرن، علشان الزبادي بتاعنا هو مش زبادي، علشان اللبنه بتاعتنا تبقى كويسه وتتماسك. هسيبها كده حوالي كده 6 ساعات على حسب ما تلاقي النوع اللبن بتاعك تماسك. انا كنت عاملاها الصبح، خدتها اخر النهار لقيتها بالشكل دوت. بعد كده بقى هبتدي ان انا اصفي الحليب دوت. هنجيب مصفه كويسه وهنجيب شاشه طبعا، عشان الحليب هنا هينزل لي شرش، ممكن تستخدميه في حاجات كتير جدا، في مخبوزات، في حاجات كتير تقدر تستخدمي الشرش دوت، فهنحتفظ بيه في طبق تاني. جبت بقى شاشة او تكون قماشة كويسة عندك نظيفة، وهنبتدي ننزل باللبنة بتاعتنا بالشكل دوت. بصي جميلة جدا، حسب نوع الزبادي اللي انت بتستخدميه هتلاقي طعم اللبنه بتاعتك، فاستخدمي نوع زبادي حلو انت بتحبيه هتلاقي طعم اللبنه جميل جدا. ببتدي بقى كده اصفي الحليب بتاعنا، هينزل كميه كتيره من الشرش بتاعه. هبصوا بضغط كده شويه، نحاول كده نلمها بالشكل دوت، ونحاول نضغط كده عليها كده من تحت عشان ننزل اكبر كمية من الشرش منها في وقت يعني قصير. بحاول اضغط كده بساعد كده عشان ايه اقلل الوقت بتاع الشرش يعني بالشكل ده. بعد ما صفيت نسبة من الشرش على قد ما اقدر كده هوت عن طريق العصر، هبتدي ان انا افتح الشاشه كده تاني علشان املحها، احط لها كده نسبه من الايه من الملح، يعني حبه صغيرين مش كتير. حطيت على الكيلو الحليب دوت حطيت نص معلقه صغيره، فانت على حسب ذوقك في الملح. وهو لسه كده طري كده شويه، ما تكونش نشفت يعني اللبنه بتاعتنا اهي، وهي لسه فيها الحليب عشان اعرف املحها كويس، تبقى كل حته فيها نسبه من الملح. اهو بالشكل ده نقلب بقى الايه وندوق زي ما احنا عايزين. بعد ما وزعنا الملح بتاعنا في اللبنه، هنبتدي بقى نقفل عليها تاني كويس كده هو، وهنجيب بقى تقل او حله وهنحط فيها ميه علشان تصفي لي كل كميه الشرش او الميه اللي داخل الحليب بتاعنا. انا جبت الحله وزودتها ميه عشان تبقى ضغط جامد على الايه على اللبنه بتاعتنا. ده كان تاني يوم بقى، كانت الحله خلاص ضغطت ضغطه جامده عليها وصفيت لي اللبنه بتاعتي من الشرش او المايه اللي كانت فيها الزياده. بصوا جميله ازاي وناعمه كريميه خالص، تحفه حقيقي. بصي جميله جدا رهيبه. تعالي بقى هقولك هنحتفظ بيها ازاي وهنعملها بطريقتين. اول حاجه هقسم جزء منها، هاخد جزء منها اهو بالشكل ده، هقسمها كده نصين، حبه هنحتفظ بيها في البطرمان، والجزء الثاني هنزوده الكريمه او الحليب اهو. جبت بقى هنا حبه البركه على الجزء دوت، وهبتدي ان انا اخلطها كده بيها. اهو بصوا كميه الشرش قد ايه، كميه كبيره، بس طبعا هي مش طايله اللبنه، هي تحت اهو. نبتدي بقى كده نقلبها كده بالشكل دوت. بعد كده هناخد كده بالمعلقه كده جزء على قد الكره او حجم الكره اللي انت عايزاه، اهو نعملها كده كرات كده اهوت بالشكل دوت، اهو الحجم ده مناسب.
عملت بقى الكمية كلها اللي هي بحبة البركة ديت، كلها كرات، وممكن تحطي كمان زعتر، ممكن تحطي فليكس، في حاجات كتير قوي تقدري تحطيها على اللبنة، الحاجة اللي بتحبيها حطيها. اما انا بحب حبة البركة فحطيت عليها حبة البركة، تبقى جميلة جدا هي والزعتر كمان. اهو بالشكل دوت جمعت الكمية كلها وعملتها كرات بالشكل ده. تعالوا بقى نحتفظ بيها داخل البطرمان، اهو عبيتها كيف البطرمان دوت. وهجيب زيت زيتون ونبتدي بقى نملى البطرمان بتاعنا بزيت الزيتون، ولو ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت عادي بس يكون نوعية نظيفة. بس هي الطريقة الصحيحة ان احنا بنحط زيت زيتون بالشكل دوت. تعالوا بقى شوفوا بقى الكمية التانية هنعمل فيها ايه، تعالوا شوفوا هناكلها مع ايه. بصوا بقى نعملها مع العيش الحلو دوت، العيش التركي. هبقى انزله لكم الفيديو اللي جاي مع احلى كده كوباية شاي، تحفة حقيقي رهيب. الجزء ده بقى انا حطيت عليه حليب، او لو عندك كريمة طهي تقدري تحطي عليه كريمة الطهي، بس انا حطيت عليه حليب دسم يعني نوع كويس هيديني طعم حلو للبنة بتاعتنا. بنعمها بقى كده كويس علشان تبقى كريمية، بس انا عشان البولة كانت صغيرة فمنفعش ان انا امسك المضرب ونعمها بيه مع احلى بقى كوباية شاي. حكاية حقيقي، اكل سوري مع الاكل التركي تحفة حقيقي. دي وصفة لسحور رمضان، وصفة مشبعة جدا، العيش بتاعنا مشبع جدا مع اللبنة، حكاية حقيقي. بصوا العيش خرافة، لازم تجربوا وصفة سحور رمضان دي هتعجبكم اوي، قولوا في الكومنتات الوصفة عجبتكم ولا لأ. بصوا رهيب، اكل حقيقي ما يشبعش منها، هتفضلي تاكلي 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 لغاية ما تتعبي من كتر الاكل. تعالوا ندوق بقى كده اللبنة بتاعتنا اللي احنا حطينا عليها الحليب. انا حطيت عليها الحليب عشان ما تبقاش حاجة مكلفة، لان كريمة الطهي هي غالية شوية فحبيت اوفر عليكي فحطينا الحليب عليها. بصوا بقى النوع التاني ده اللي هو بزيت الزيتون بيبقى خرافة، زيت الزيتون مع اللبنة حكاية حقيقي. حطي بقى كده حبة كام من الزيت وكلي بقى، يكون زيت نوعية نظيفة يديكي طعم رهيب جدا. واو يا جماعة على الطعم، حكاية حقيقي. كده تكون خلصت الوصفة بتاعتنا، واحب اقولك في نهاية الفيديو ان الاكل ده نفس، حتى لو كان بمكونات بسيطة فكل نفس طيب بيطلع اكل طيب زيه. لو انت من اصحاب القلوب الطيبة الصافية اثبتي وجودك ولو بتعليق، لان ده بيسعدني جدا. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشتراك عشان تشوفي باقي الوصفات، وما تنسوش تاخدوا جولة في القناة وتقولي رأيكم في التعليقات. والقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.